بصور عليكم، تفضل. أول شيء بتشكر كثير دكتور جمال على الجمعة. وكورونا إلى بلس وإلى ماينس. البلس إنه نحن تقربنا من عيالنا أكثر بهالفترة، وهالطريقة اللي عم نقدر نلتقى مع الأصحاب طريقة مبتكرة. صحيح حدا عنده صريخ؟ بس عنده صريخ يطفي الميكرو بس بليز. أنا أول شيء بدي أتشكر كل اللي شاركني بهالفكرة الأغنية اللي هي بيروت. هذا من عند علي يمكن الصوت. علي سكرته 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 سكرته. نحن اليوم بدي أقدم لكم للأصدقاء الصحفيين للي ما بيعرف، معنا المخرج داني صليبة. هاي داني. ألو ألو كيف كن؟ معنا يمان الحاجة اللي هي كانت معنا، أنا تعرفت عليها بدو فويس، وصلت مع الفيناليست. هاي يمان. ألو ألو، إن شاء الله تكونوا منيح. لين الحايك اللي ربحت أول سيزن بدو فويس كيدز. هاي لين. هاي. مانيل. هاي مانيل. هاي جايز. ميشيل شلهوب. هاي ميشيل. يكون العافية جميعا. بعد في ناقص معنا كازم وأنتوني. أنتوني بدبي، وعدنا إذا بيقدر يطلع لأنه هو بالصحراء، أول ما يصير أونلاين رح ينضم لنا. وبعد في كازم شمس، بعد ما ناطرين وما بعرف ليه. بعتقد بعثنا انفيتيشن رح شمس ولا شمس؟ شمس. أنا بتشكركم كلكم واحد واحد واحد. تخبركم ليش عملت هالغنية، بس لحتى سهل الأمور أكثر. بكل مناسبة أنا بعتبر أنه الغنية لازم تكون مراية على المجتمع الزمني اللي بنمرق فيه. لما نعمل غنية نتذكر شو صار بهالمرحلة هيدي. بذكركم أنه بال2005 لما استشهد الرئيس الحريري، أنا عملت كمان مع مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، عملنا لاما خلصت الحكاية. بعدين مرقنا بمرحلة اقتصادية صعبة، عملت أنا رايح على دبي. بعدين من فترة عملت طار البلد وقامت الدنيا علينا. وفي كتير أغاني ما بدي أنسى ولا غنية، عملنا أشياء فرحة وأشياء أشياء عاطلة. بس هالمرة حبينا نحكي عن بيروت بطريقة مختلفة، وحبينا نحكي بصوت شبابي أنه نحن بنرجع الحياة لبيروت. ومشان هيك طلعنا بفكرة الكلام اللي كتبه الشاعر أحمد ماضي، يلي شبه بيروت بالأم، يلي بعتقد رمز للحياة. من أحلى التشبيه اللي ممكن واحد، أو من أغلى الشبه فينا نشبه فيه شيء كتير غالي علينا. وعرضت هالفكرة على الصبايا والشباب اللي معنا، وسجلنا الغنية. واليوم رح تسمعوا الغنية، بتنزل الساعة 8 على يوتيوب. رح تتفاجئوا بفكرة جديدة بطريقة الغنى وبطريقة كيف مغنيين مع بعضهم. مش موضوع سولو كل واحد غنى، ولا مثل لما خلصت الحكاية كله غنى مع بعض وحطينا الكاميرات. لا، في سولويات، في أصوات مغنية مع بعضها، في ثلاث مقاطع باللحن بتبلش كتير سوفت بتكبر كتير، وفي مساج كتير قوية بالأخير يلي هي بيروت إلنا، ردوا لنا إياها بهالمعنى. هلا هيدي الانترودكسيون على الموضوع الغنية اللي بده ينزل اليوم، اللي غنية بمعناها وبتوزيع فرح لنرجع شوية أمل. نحن ما بننفل من هالبلد. أنا لما عملت الغنية كان عندي محلات دمرت بالجميزة، في عندي ضحايا راحوا بالمحل، وهلا عم نرجع نعمر المحل. نحن عم نعمرهم، ما حدا من الدولة ساعدنا ولا من شركات التأمين لهلا، عم نرجع نرجع هالحياة لهلا. بتمنى أي حدا بده يسألني شيء لإلي أو لزملائي اللي شاركوني من المخرج أو من الفنانين، نحن كلنا سمع. ما فيك تفل، لأنه أنت اللي عمل غنية مش رح تفل. ما هيك ما في دار، ممنوع. يا ريت غنية مش رح تفل، صحيح. هو اللي عمل غنية مش رح تفل، كيف بده يفل؟ باتريسيا تفضلي. أول شيء جان ماري كتير بنبسط بشوفك. انت اضافه للساحه الفنيه على المستوى الشخصي كمان، انت صديق عزيز. بدي اسالك سؤالين. اول سؤال يلي صار امبارح بحلقه صارومية على الجري، حسيت بالغبن يلي صار بتجاهل اسمك وانت اللي ملحن ثلاث اغنيات من يلي انذكروا امبارح بالحلقه؟ شوفي، انا اول شيء ما حضرت الحلقه، تفاجأت لما دكتور جمال شفت حاطه تويت، عرفت شو اللي صار. انا ما بحياتي طلبت حدا يحط لي اسمي،
بعتبر دائما شغلي عني، مش انا بدي احكي عن شغلي بس. ايه حسيت بالغبن لما بيذكروا شخص مشارك بالغنية، يعني بيذكروا الشاعر ما بيذكروا الملحن، او بيذكروا المخرج على اغنية ما بيذكروا مين ملحن ومين كاتب. اكيد هذا الشيء مش مقبول. وبرجع بقول لك الغنية بتحكي عن حالها قد ما جربوا. بزعل انه من الناس مفروض بينادوا هن بالحقوق، بينادوا بالمساواة، بيتصرفوا بهيك شيء. اكيد هذا الشيء بيزعلني، هذا مش مقبول. ما بعتقد لما حط على دكتور جمال فياض، هو كان مشارك بالبرنامج بس هو ضوى على هالنقطة. فاتي شوفي شو ونحلت اليوم زملاء. انا استدعيت من شهرين اني بدهم يسالوني اسئله بجاوب عليها، فسالوني عن مواضيع وجاوبت واخذوا الاجوبه وسقطوهم، بس ما عندي فكره شو في بالاعداد او بالمواضيع اللي ما لي عليها فيها شو نحط او شو نذكر. صحيح. واليوم رجع اتصل فيه جان مخول عم ببرر انه هذا الشيء اللي صار، وفسرت له انا ما بطلب تذكر لي اسمه، بس اذا ذكرت شاعر بدك تذكر ملحن الاغنيه. طبيعي، هذا عدل، هذا العدل جمالي. هذا اول سؤال. ثاني سؤال، الصبايا والشباب اللي معك هن الناس حبيناهم، كان بذا فويس، منال كانت بعرب جوت تالنت، لا مزبوط مزبوط، انا كثير بحبها على المستوى الشخصي، بموت عليها. انا من الناس اللي توقفت لما كانت بالبرنامج، حتى انا بحب امها كثير وهي صديقه للعائله. من أجمل الأصوات دايماً عم تختار جوماري، أحلى ناس عم بيقولوا معك، بس عم نلاحظ أنه للأسف ما عم بيكون في متابعة للعمل معهم، دايماً عم بيكون في لحظة فنية معينة بتشتغلوا سوا وبيرجع بيصير في غياب، باستثناء نداء شرارة اللي معك كذا كل الوقت. هل السبب لأنه أنت عامل كونترا مع نداء؟ أول شيء هلأ انضم لنا كمان ميشيل شلهوب يلي كمان معنا، من تعرفت عليه بذا فويس اخر سيزون وهو مغنى معنا بالغنية. هاي ميشيل. هاي جميعا. هاي استاذ جون. نحن سؤالي كثير حلو. لا 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 معنا فاتن دنيا. فاتن من ستروك. يلا نحن رح خبركم التعاون بينه وبين فاتن. في كمان الصبية الزميلة دنيا عبد الفتاح. ايه دنيا عبد الفتاح. باتريسيا كتير حلو سؤالك. شوفي اول شيء اللي اشتغلنا معهم هن بعدنا مخلصين هلا ذا فويس، يعني هل سيزون، يعني نحن خلصنا ذا فويس وبلش الحجر. السبب هن عندهم عقود مع شركه بلاتينوم يلي هي تابعه للام بي سي. نداء شراره بهيداك الموسم كان استثنائيا انا اخذت العقد يلي بيربح، ولما مضيت العقد ما كنت عارف مين رح يربح، يعني وقتها مين ما كان ربح كنت انا بدي انتج له اغاني. وسائبت نداء يلي من اجمل الاصوات اللي انا سمعها بالفعل العقد، والعقد بعده مستمر بعد عنا 3 سنين، وفي سينجل بده ينزل من هلا لاسبوعين جديد. احلى انفستمنت عملته صراحه فنيا جو مريف بكل صراحه. يعني انا كلهم تحدوني انه ليش عم تعمل استثمار بفنانه محجبه، قلت لهم انا بالنسبه لي الصوت هو المهم، مش موضوع شو عم نشوف. من اروع الاصوات حاليا بالوطن العربي، بتستمتع بشوفتها بتستمتع بصوتها. هيدي على الشباب اللي معنا والصبايا اللي معنا وكلهم بدون استثناء، صدقيني مش عم نحكي حكي، في مشاريع وراء الاغنيه، راح نشوف كذا اشياء جديده عم تنزل. عندنا مطبخ موسيقي، فينا نعمل انتاجات كثير حلوه. ما منلوم إلنا حالنا إذا ما عملنا أغاني. لما نشوف من زمان لما الأغنية كان صعب تنفيذها وصعب تلحينها وإنتاجها كان مكلف جدا، كان في غزارة مخيفة للإنتاج. اليوم لما صار الإنتاج أسهل وكل واحد صار عنده منصة صار الإنتاج ضئيل، هيدا ممنوع هيدا الشيء يصير. بلوم الفنانين القادرين ينجوا شوي إنه أنتوا عندكم كل شيء، وخصوصا المادة اللي ما عم تعملوا أغاني. والاغاني من the power of the song منا هينه، قوه الاغنيه شغله كثير كثير كبيره. نحن لما نسمع اغنيه ببلد معين لاول مره، اذا سمعتيها بعد 20 سنه رح تتذكري وين كنتي وشو كنتي عم تاكلي وشو لابسه. هيدا كثير مهم نحن نرجع نحافظ على هالمستوى الانتاج والغزاره الانتاج، بس مع مستوى مش شو ما كان نقدر نعمل. نعم. جاد وهبي. جاد يمكن كتار بيعرفوه مننا كزملاء، وطبعا تحية كبيرة مش بس لجاد،
لروح والده الإعلامي عميد الإعلاميين والمذيعين الله يرحمه حكمت وهبي صديقنا وحبيبنا ورفيقنا بزمن الزمن الحلو لما كان للإذاعة كمان قوتها وما زالت جد كمان مذيع بالرابعة بالإمارات بإذاعة الرابعة اسمه راديو الرابعة ما هيك اف ام تخيلي لك حيث أنت وطبعاً أنت بتعرف قد إيه نحن منحبك ويعني أنت حبك مضاعف أول شيء لأنه نحن منحبك شخصياً ثاني شيء بعد في آثار الحب الكبير لحكمة الله يرحمه لأنه بعده بذاكرتنا وببالنا كأنه ما زال بيننا الله يحميه الله يخليك المحبة والحب المحبة والحب متبادل أنت بتعرف أنت صديق عزيز وفضلك على الرأس دائما واستاذ عمري كمان هاي الصورة عزيز تشر لي هاي الصورة اللي حاملك فيها أنت وهاي دخيلي الكبير مش أنا يعني إنه كتير هيك حاملك عمرك شهر كتير قوي شو بدي أعمل أنا شيخ الشباب أنا بحبها طال شيخ الشباب يا استاذ حبيبي تفضل كمان استاذ عمري انت بتعرف محبتك على المستوى الشخصي وبتعرف قديش بقدر موسيقتك قديش بقدر يلي بتعمله كمان وكان لنا اكثر من لقاء على هوا راديو الرابعة اللي انت من اهل البيت فيها كمان بدي لك اول شيء مبروك على الغنية بس بدي انطلق من اخر شيء هلا حضرتك حكيته قلت عن الباور اوف ذا سونج يعني قوه الاغاني بعد او قوه الغنية قوه الموسيقى بشكل عام من هون بدي انطلق لاسالك يعني اليوم غنيه بيروت امي عم تجي بوضع كلنا بنعرف انا مش بلبنان بس اكيد كلنا بنعرف انه الوضع في احباط البلد بوحده يمكن من أسوأ مراحله لنكون واقعيين وصريحين بجو محبط هالقد جاي بعد كارثه كمان هالقد فعلا بعدها برايك بعدك مؤمن انه الموسيقى او الفن عنده قدره تاثيريه او هي مجرد تعبير عن يلي بدك تقوله سؤال كثير حلو شوف اذا بطلنا نامن هونيك الكارثه نحن اليوم إذا بطلنا نأمن أول شيء بحالنا أنا قلت لك لما عملت الغنية كان في سبب صار الانفجار صرت بدي أعمل غنية بعدين نزل كتير أغاني ما بدي أقول حلوة ولا مش حلوة بس الغنية لازم يكون لها هدف بعدين بالصدفة طلعنا بمشروع مشان هيك هلأ بدي أقدم لكم بعد شوي فاتن عطار ومعنا كمان توني الرامي نهيب المطاعم تخبركم شو الفكرة طلعت هذا الحديث من شهرين أنه نحن بدنا نرجع الحياة لهالبلد لهالبلد يعني لبيروت للشوارع اللي تدمرت بطريقة مختلفة جينا كورونا كمان وجعنا أكثر نحن صلنا أنا ما بتذكر من وقت ما بلشت اشتغل لهلأ مرقنا بظروف حدا ساعدنا نحن عم نساعد بلدنا نحن لما نحكي الجيل الجديد نحن اللي عم نساعد البلد وعم نرفع اسمه وعم نحكي عن لبنان بلبنان وبرات لبنان بطريقة قد ما فينا نقول مستوى مرتب خلينا نحافظ على كلمة مستوى المرتب بس مرات في ظروف تجي غصبا عنا بس أهم شيء ما نبطل نآمن بحالنا ما نستسلم ما نقول أنه خلص ما بقى فينا نعمل شيء معناتها ما بقى رح نعمل شيء نحن لما عملنا الغنية لما اتصلت بكل هالشباب والصبايا والمخرج اشتغلنا نحن تعالوا نعمل كولابوريشن غنية كلنا سوا لنجرب نعطي شوية أمل الحماس اللي كان عندهم مش طبيعي لما تكسر محلاتنا بالجميزة فاتوا ناس لعنا ما بحياتي بعرفهم كيف فينا نساعدكم؟ شو منجيب لكم؟ جبكم ماي فينا نكنس معكم فينا ننظف معكم اللي مرق وشاف هيدا الشيء هيدا الشيء ما بنساه بحياتي بدنا نضل نآمن بحالنا قوة الغنية انه نحن لما نرجع بعد فترة نسمع هالغنية نتذكر كيف رجعنا نعمر مش نتذكر الخراب نحن هيدا اللي بدنا نوصل له طيب تفضل عندي سؤال بعد اوكي بالنسبه لرمزيه التاريخ تاريخ اطلاق الاغنيه يعني اليوم احنا 21/11 عشيه عيد الاستقلال اللبناني ما بعرف قديش هو كامل وكمان في مناسبه ثانيه بتهم اللبنانيين كثير ما لا تقل اهميه هي مناسبه انه اليوم كمان عيد ميلاد فيروز فاختيار التاريخ هيدي اهم هيدي مناسبه الدائم اوكي هيدي هلا بالنسبه لي نحن عم نعمل بيروت امي تصير الاغنيه الاوفيشال لبيروت سيتي اوف لايف يعني بيروت مدينة الحياة هلا مش رح انا احكي عن البروجكت معنا فاتن عطار هاي فاتن يلي هي من ستروبري مثل يلي كل شيء ميديا كوميونيكيشن لبيروت سيتي اوف لايف ومعنا توني الرامي نقيبنا يلي بيعطينا معنويات دائما يعني انا بعتقد اليوم هاي توني الرامي
مشاكله وهمومه أكثر من مشاكل حسان دياب هلا لأنه عليه عمر شوي لتوني غير الجو. توني بدك تفتح الميكرو بس ما عم نسمعك. توني مسكر الميكرو عنده. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل الحضور الكريم. توني أنا رح أترك لك كلمة لألك لنحكي هالتعاون كيف حطينا هالغنية لتكون. نحن اليوم عم نحكي على الغنية بس أنا حبيت نضوي على بيروت مدينة الحياة، بيروت سيتي أوف لايف، عن شو عم نعمل وهالغنية كيف رح تكون الأوفيشل سونغ، بعدين منكمل فنيا مع كل الزملاء. أكيد بالبداية ترحيب بالإعلام الفني والاقتصادي والحضور من كل الوطن العربي وخصوصا الفنان الزميل جمالي رياشي وبكل من ساهم معه بهالعمل المبدع والخلاق. بيروت سيتي أوف لايف أو بيروت مدينة الحياة هو عمل جماعي بمبادرة من أصحاب المطاعم بمرم خايل والجميزي ونقابة أصحاب المطاعم وشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز الرائدة السيدة جمانة حدامو السلامي ورزق وستروبري أدفرتايزينج ست فاتن معنا وأيضاً مجموعة من المتطوعين من مختلف الجهات والمؤسسات. هدفها إعادة إحياء الجميزي ومرم خايل، هالشارعين اللي كانوا عم ينضوا بالحياة والحركة والوجود قبل وقوع نكبة الانفجار وزلزال المرفأ إذا بدنا نسميه. بينما أهل السياسة كانوا نايمين، نحن كنا واعيين ومدركين، ونحن عم نحضر لإعادة إحياء مرم خايل والجميزي وخصوصاً معك أستاذ جوماري وكل بيروت بزنودنا ولحالنا وبأملنا وفقدنا الأمل من كل المسؤولين ومنحسن بالمسؤولية. هذا رح بيكون حدث ثقافي اجتماعي سياسي إن شاء الله بيكون ديسمبر حسب معطيات كورونا، والهدف منه إعادة مرم خايل والجميزي على الخريطة السياحية لأنه هذه المنطقة عرفت بمدينة بيروت السياحية. هذا النشاط طبعاً بتمويل ذاتي رغم الظروف الصعبة بمساندة الأصحاب والمحبين والرعاة وعشاق الخيال. ختاماً بدي أقول لك جاماري بتشرف كون معكم بهالحدث، وبدي أشكرك وأشكر كل مين شارك معك بهالعمل المبدع وهالغنية المؤثرة جداً اللي رح تكون بالنسبة لنا بمثابة النشيد الوطني لمدينة بيروت الحبيبة. إسلام. بيروت أمي، بيروت بيتي، ومن إيديهم بدنا نحررها. شكرا من القلب لك جمالي رياشي. تسلم تسلم تسلم. شكرا لك على كل جهودك. أنا بدي أحط بين مزدوجين جملة هيك معترضة بصفتي مواطن لبناني. إذا بتجي اليوم إذا أجنبي بيجي على لبنان أو غير لبناني بيجي يعمل سياحة بلبنان، لبنان بالنسبة لفرق العملة وسعر صرف الدولار على سعر المطاعم والخدمات صار أرخص ب 30 أو 40% من أسعاره السابقة. يعني كانوا العالم يشكوا أنه الإنترنت أغلى إنترنت بالعالم العربي، صار أرخص إنترنت بالعالم العربي بالنسبة للدولار. يمكن غلي على اللبنانية أو البنزين أو الأكل أو الشرب بعده على سعر الليرة اللي عم يقبض، بس بالنسبة للسياحة أنا متأكد لو ما الكورونا اللي حابسة قصة السياحة كان لبنان قدر يشيل جزء كبير من هم الأزمة المالية والاقتصادية، لأنه كانت السياحة حتكون مضاعفة. يعني أنا اليوم فوت على المطعم بدفع فاتورة باللبناني يمكن أغلى شوي من قبل على أساس لبناني، بس إذا بتحسبها على الدولار اللي جاي من برا عم يلاقي السعر صار تقريبا أرخص من تركيا. فهيدي شغلة لازم نعمل عليها إشارة لحتى الناس تعرف انه بلد لبنان صار بلد سياحي اكثر مما كان بالاول كاسعار وكتكاليف. هلا بالنسبه لمشاركه الزملاء ما بعرف اذا سميره اوشانا موجوده حابه تكون معنا او تشارك، في حال ما كانت معنا خلينا نسمع حدا من الشباب. بس انا بس نطلع من الموضوع بيروت سيتي اوف لايف بس بدي اعطي كلمه لفاتن. هذا قصدي. ميرسي فاتن كن انك معنا. ستروبري هن كوميونيكيشن وماركتينج. يلا ونخبر نحن رح بعدين نعلن على الايفنت بشكل كامل، بس هلا لنضوي شوي صغيره مع الموضوع ومنكمل فنيا مع الكل. اوكي نحن اليوم هو اهم شيء ان نربط الغنيه بالنشاط اللي عم نعمله. الانجاز اللي عمله جان ماري هو لنا مثل كانه
اللي عم بوصل الفكرة اللي احنا فيها هي الفكرة عبارة عن شباب مثلي، شباب مثلنا كلنا جمعنا بعضنا. انا فتت على المشروع كان اوريدي هني مبلشين، كلنا بنشبه بعضنا، اللي هن عنا هدف واحد نرجع بيروت الامل. بيروت هي النبض، نبض الحياة لنا. اذا بيروت بعد ميتي وحتبقى ميتي هلأ بالوقت الحاضر، كأنه لبنان كله في شي غلط فيه. مثل الإنسان، مثل الإنسان كيف قلبه بكون، إذا قلبك ضعيف يعني كل جسمك وكل كيانك أنت في شي منه مزبوط. نحن لأن هدفنا واحد هو نرجع الحياة لهالمدينة، عم بيصلحوا ويعطيهم ألف عافية كل الناس اللي عم بتساهم بأنها ترجع تعمر اللي اخترب، بس نحن بدنا نرجع البسمة والحياة والابتسامة لهالناس اللي قاعدين. نحن لأن هي ستريتش من أول مار مخيل لآخر جميزي، هي لأن إذا منفكر أي دقيقة بدنا نظهر، ما بنظهر غير على هالمنطقة هاي، فيها الحياة، فيها فيها الأمل، فيها الشباب، فيها اليونغ، فيها اليوز، فيها السول تبع الحياة. يعني اليوم أنت بتمر بشارع الجميزي بتحس بالسول، فيها سول بتحكي مع حالك. نحن اليوم هدفنا بكل الأنشطة بكل المبادرات اللي عم نعملها أن نرجع هالحياة، أكان بالكونسرت اللي هو إذا أكيد الدولة سمحتنا وقدرنا نعمل نتخطى الكورونا اللي هي مشاكل الكورونا، بس بأسوأ الحالات هنعمله لايف كونسرت، ننقله لايف ستريمينج، هيكون في كل الأرتست اللي غنوا الغنية بيروت أمي هيكونوا عم بغنوها مع بعض على على الاون ستيج، عم بغنوا النشيد الوطني. نحن لقلنا هيدا النشيد الوطني للايفنت تبعنا. من بعدها في عنا اراوند 14 ارتست حيطلعوا يغنوا، كلهم فنانين لبنانيين عندهم كلهم اندفاع لك. اي واحد توجهنا له لاي ايفنت عم نحضره، لاي زينه عم نزينها، لاي اي شيء انجاز عم نعمله هلا بشهر ديسمبر، لانه احنا عم نحدد لاربع جمع فيها full of activities، حتكون من قصص تتعلق بالفاشن، من ديزاين ويك حنعمل كونسرت، حنزين الشارع كله، عم نعمل هلا كومبيتيشن. خلقنا شيء اسمه كومبيتيشن اللي هي كومبيتيشن بين ديزاينرز، عم بيعملوا احلى كريسمس تري حتتنفذ وتنحط بقلب شارع مار مخايل. حيفتتحها توني الرامي، حيفتتحها يمكن معنا، حيكون معنا رئيس البلدية، حننزل كلنا على الشارع نفتتحها بس لنرجع الحياة لهذا الشارع، لترجع تشوف الناس اللي كان عندها محل ما بدها تصلح، ترجع يمكن نزرع لهم الأمل، نرجع نقول لهم نرجعوا صلحوا، نحن معكم، نحن واقفين معكم، ما حنتركهم بنقدر نحن نعمله، لأنه نحن اللي بنقدر نعمله مع كل سبونسرز اللي عم يتعاونوا معنا. عن جد عنا اندفاع ما بتتخيل، عنا همة ما بتتخيل، عم نشتغل 24 ساعة من كل شخص عم نتوجه له، عم بيكون في عنده قبول لأنه يتعاون معنا، وذر بالإكويبمنت تبوله ولا بال يعني قد ما في كل إنسان بالماديات تبوله ولا بالتبرعات اللي عم بيعطينا إياها، ولا عم نرجع عم نحكي مع الشرك مثلا عم بيقدمونا الموتورات تبوله لنضوي كل الشارع. كل واحد عم بيعطي من كل قلبه لنرجع نبض البيروت لترجع بقوتها بعزة من قبل الانفجار، لأنه ما فينا نترك بيروت بهالطريقة هاي. ونحن هدفنا بهالنشاطات اللي عم نعملها إن شاء الله الله يقوينا ونكون على قد الحمل إن نرجع الأمل لهالشارع اللي هو لقلنا نبض الحياة. وهيدا عن جد الغنية مثل كأنه تعبير عن اللي نحن عم نعمله. الغنية لقلنا حنرجعها وإيدينا حنعمرها، حنرجع الأمل والحياة لهالحياة اللي هي لقلنا بيروت. وإذا ما كانت بيروت واقفة على إجريا، لبنان كله منه واقف على إجري. هذا الكلام اللي عم تفضلي فيه هو أحلى غنية ممكن يسمعها إنسان، أحلى قنبلة مضيئة ممكن يشوفها صحيح. إنسان بهالعتمة بيطلعوا ناس مثلك ومثل السيد توني ومثل السيد جون ماري، بيضووا علينا تفاؤل، بيضووا علينا لمبة، بيضووا علينا قنبلة مضيئة، بيغنوا لنا أغاني مضوية، بيخلي الإنسان يرجع يحس بلحظة واحدة بيطلع معه الأدرينالين وبيرجع بيصحصح وبيفيق بعد ما يكون هيك عايش بالأحباط واليأس. فجأة بيسمع ناس مثلكم شو بيحكوا، بيحس حاله إنه جاي عباله يقوم يرقص ويدبك. بناس مثلكم لما بتوقع الأوطان بترجع بتقوم. بهيدا الشيء اللي عم تتفضلي فيه واللي سيد توني حكيه، والناس اللي عم يرمموا بدون حاجة لا لدولة ولا لحكومة ولا لفاسدين يجوا يدعموا له أو يمضوا له ورقة، بتقوم الشعوب. هون بيكون حقيقة لبنان يلي لما بيحكوا عنه بيقولوا هاي دي شعارات، لا هيدا لبنان.
لما لبنان كل الدول بتوقع وبطل تعرف تقوم إلا لبنان بينفجر بيحترق مثل ما بيقول وديع الصافي مهما يتدمر بيرجع يتعمر وبيرجعوا بناس مثلكم بتلاقي هالبلد رجع ضوى وشعشع إذا بديسمبر وعدتينا بالزينة وبالأفراح وبالأغاني وبالحياة معناها قديت احنا 3-4 أشهر شلنا قملة ذرية يعني قديت احنا عنا قدرات رغم الأزمة المالية والاقتصادية والكورونا وحالة اليأس والأحباط والأحباط اللي احنا في انتبه ألغينا قملة ذرية بس هيدا الشيء اللي المخرج داني صليبة لما سمعته الغنية نعم وقلت له كيف تتخيل أنت شو الفيديو اللي بدنا نعمله لأنه اليوم تسمع الغنية بتخدك على 100 فكرة نعم بعدين هو بيفسر لك أكثر شو تفضل داني بليز احكي أنت على الفيديو اللي راح نشوفه بعد اكزاكتلي 20 دقيقة راح ينزل على اليوتيوب أول شيء هاي كلكم أنا كتير محمس ينزل هذا الفيديو أول ما بعت لي جمالي الغنية وسمعتها أخذتني على هيدي الحفلة يلي رح تشوفوها بعد شوي. أنا بالنسبة لي بيروت ما بشوفها إلا حياة. أنا كنت مسافر ما كنت بلبنان كنت بدبي. لما جيت على بيروت وشفت بيروت كيف هي هلأ أو كيف كانت قبل بعد أكتر زعلت كتير. ما توقعت إنه بيروت هيك يعني كنت شايف قصص على السوشيال ميديا وعم بعيش لحظة بلحظة على كل شيء عم بيصير بس ما توقعت شوفها مثل ما هي هلأ. وزعلت لأنه يعني أرادي كنا مكسرين وحسيت أنه هيدي المدينة مثل ما بقى فيها نبض مثل كأنه فاتت بكوما مثل كأنه شوارع أنا تعودت أسهر فيها أقعد فيها أعيش فيها كلها راحت محلات كنت كتير حب روح عليها تكسرت هذا الشيء كتير أثر فيه وحسيت أنه لا هذا الشيء ما لازم يكفي ونحن اللي بنعمل التغيير يعني هني هول الشباب هني هول الأرتست هن بيمثلوا كمان هالعالم اللي عم تسمعهم هن عم بيوصلوا صوتهم سو إذا اليوم هن عم بيتحدوا كل هيدي الظروف وعم بيروحوا يعملوا حفلة العالم رح يرجع لها شوية أمل وأنا كان كل هدفي أنه بدي الناس ترجع لها أمل لأنه بعرف من حالي بعرف من أهلي من أصحابي اللي سافروا وهجروا في ناس فقدت الأمل وبزعل على هذا الشيء وبمدي حتى نحن نرجع نهاجر for good أو نسافر أو نترك هذا البلد فأول حديث كان مع جاماري قلت له شفت حفلة حفلة بس مش حفلة عادية حفلة عم بترجع نبض لبيروت وهيك بلشت الفكرة يعني وحكينا فيها Thank you داني Thank you لانا في حدا بحب يسأله لداني شي سؤال من الزملاء لأنه داني عامل كليب رح نشوفه بعد نص ساعة يعني أنا رح أفضح سر اللي شفته ما فينا نسأل سؤال يا دكتور جمال قبل ما نحضر الفيديو كليب مايك هلا 20 دقيقة بصير بتصرف غلطي اني ما بعثت لك نسخة بس ما كان يعطيني كوبي لابعثها صراحة اليوم 4 الصبح لسلمني داني بتعرفي انا عليك بالذات ما كتير بخبي اشياء بيناتنا اسباب مهنية بس بالنهاية العمل اللي انعمل بيستاهل انه هول الفنانين الشباب يلي هني اصلا امل الفن والاصوات الحلوة والاحساس بانه هول الناس بتحسين عم يشتغلوا مش سعيين لمصاري يعني هو الفنانين بقلبهم في هيك فن في موسيقى بس فيني دكتور بس فيني أسأله سؤال لداني ما هيك المخرج قبل ما نحضر الفيديو كليب قدي صعب الشغل مع جان ماري الياشل هو حدا كتير اكزيجان كتير بروفيسيونيل وحدا كتير يعني ما بينمزح معه بالشغل كيف قدي صعب الشغل مع جان ماري اوكي يمكن تفاجئي باللي راح اقوله انه ابدا ما انه صعب الشغل معه يمكن لانه وثق فيي وحسيت هذا الشيء ما كان الشغل ابدا صعب معه بالعكس هو كان واضح شو بده يعني هو كانت الفكره كتير واضحه براسه كمل فكرته بقصص انا كنت عم اقترحها عليه وهذا الشيء كتير ساعد كنا عن جد على فرد موجه انا وياه هذا شيء كتير 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 ساعد وانا بعرفه جمالي من قبل انا بعرف عنه تاريخيا كتاريخه الفني وكل شيء وحتى نشوفه بالام بي سي انا كمان كنت اشتغل مع الام بي سي وبعرفه قد ايه كثير هيك بيكي وبيعرف شو بده ويمكن صعب ببعض المحلات بس انا كمان ات واز تشالنج لإلي انه اشتغل مع حدا مثل جاماري ومع كمان الفنانين الستة يلي اشتغلت معهم يلي كمان في منهم كنت بعرفه من قبل وشاغل معهم فلا ات واز ا فيري 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 جود اكسبيرينس فور مي طب حلو نسمع هذا الشيء ميشيل 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 شلهوب ميشيل شلهوب أصوات الحلوة كتير بالغنية وميشيل تعرف فكرة عمر الشريف اسمه ميشيل شلهوب ميشيل لك تفتح الميكرو
ميشيل تعرفت عليه بدو فويس سينما يمان يعني بهيدا صار خير هيدا السيزون وكان هو من ضمن فريق راغب عالمي ووصل بالفيناليست. ميشيل بيقربك ميشيل شلوب عمر الشريف شي الله يرحمه الفنان العالمي ان شاء الله ان شاء الله بس نوصل لنص شهرته بس هذا بدي اياه بيقربك يعني ما في قراب يعني لا هو يعني اصلا اسمه ميشيل شلوب مشان هيك صحيح صحيح تفضل ميشيل بدي وجه تحية كتير كبيرة لأنت عن جد أستاذ جون بشكر ثقتك الكبيرة فيه وبكل شخص شارك بهذا العمل وعلى أمل تكون هيدي الغنية مثل نهضة كبيرة لأنه بوش كبيرة للبنان كله سوا وصراحة كتير متحمس ننزل ونشوف الأصداء ربع ساعة وتنزل طبعا أنه ما عمل في إشياء تانية قريبا رح تنزل إن شاء الله قريبا إن شاء الله. جاد حابب أسألك سؤال جاد وهبي. لكن بدي أسألك. اللي. هلأ عايشين برا عم تتابعوا أخبار لبنان من السوشيال ميديا من تويتر فيسبوك إنستغرام. والحكي مع الحبايب والأصحاب. شو عم تحسوا إنه لبنان؟ يعني أنتوا بالنسبة لكم هلأ الصورة العامة لبنان شو وضعه؟ أوكي. كيف شايفين الوضع من بعيد؟ انا حدا بالقراب مني معروف عني وانا كل حتى يمكن انت بتعرف انه كنت احكي كل 4-5 شهور بنزل على لبنان يعني لو شو مثلا كان لازم كل 4-5 شهور انزل على لبنان لو بدي انزل يومين يعني بترك الهواء وبنزل لو ويك اند كرمال كون بلبنان صار لي سنه وشهر ما نزلت تقريبا من اكتوبر السنه اللي ماضيه هذه اطول فتره اطول مره من وقت سافرت من 7 سنين اطول فتره بقعد برات لبنان لانه صدقا بحكي كل صراحه هلا ما في شيء مشجع يعني لا معنويات الناس اللي بتحبوا المشجعة لا الوضع اللي عم تسمع عنه بالأخبار مين ما حكيته بقول لك ما تجي شو بدك بهالمجي خليك عاد هونيك كذا بلس انه كمان طبعا في عامل كورونا وعامل القصص اللي انحطت على السفر وكذا صار فيه شوية معاناة فكمان أخرنا بس صدقا دكتور جمال اللي وصلنا نحنا رغم انه انا كمغترب اذا بنزل على لبنان هلأ انا معي دولار بقول لك اذا معك دولار ملك انت انا اذا بنزل على لبنان هلا مش ماديا انا كون سمعنا من شوي انه بديسمبر بدات الزينات والمحلات والمطاعم عم تتعمر وعم تترمم وعم يرجع في ناس عم يعيدوا الحياه للقلب اللي توقف عن النبض لمده ايه شهر هو انت هلا بتحس في شيء بيقول لك انزل يا خي ما عم ترجع انزل شهر لحظه هو عاش الحياه بعد هيك كلام بتقول انه يعني بعد في ناس بلبنان هلا ما بعرف لأمتى ما نضل بدنا نضل هيك متكلين على المجهودات الفردية وراح يضل ما في دولة وراح يضلوا الأفراد اللي بيحبوا هالبلد هن اللي يقوموا فيه ما بعرف قديش هيدا حل وما بعرف قديش رح نضلنا هيك للأسف يعني بس هول الناس اللي إذا بدي أنزل لبنان بنزل كرمانه يعني هول هن الناس اللي بيعملوا فن حلو اللي بفرجيك صورة لبنان الحلوة مع إنه صارت كليشيه صورة لبنان الحلوة طيب ما هي صورة لبنان الحلوة حد يلي عم بيصير يعني عم بيجربوا يطمسوها بس هول الناس اللي بيشجعوك ترجع تقول إنه لا بعد في أمل بالبلد بس لأنه بعد في ناس حلوين هالقد بالبلد وبيحبوا البلد عن جد فنشكركم نحن وعلى أمل إنه نلتقي بلبنان قريبا بس كان عندي سؤال لأستاذ جون ماري تكنيكلي فنيا يعني ليش رحتوا لخيار انه يكون في شباب وصبايا يعني عدة شباب وصبايا عم بيغنوا الغنية ما كانت هيدي الغنية لنجم واحد مثلا هالمشكلة اللي صارت ببيروت شوف عملنا كتير أغاني من قبل يعني أنا اشتغلت كتير كأغنية سولو وطنية أو اجتماعية بس اليوم أنت لما بدك تحكي عن في كذا حدا يعني الشاب مثل ما حكيت فاتن قبل شوي انه نحن الجيل الجديد يلي انا بطلت جديد بس في جيل جديد نزل على الارض بايديا عم يشتغل بالفن نفس الشيء يوم في شيء جديد جيل جديد له حق يبين ويعبر وانا برايي المستقبل هو له نحن ما عملنا غنيه سولو ولا حتى ديو غنوا واحد سؤال وجواب الاصوات مجموعه شباب الاصوات الجديده هي اصوات المستقبل اليوم اذا بدنا نضل نفكر ببيروت مثل ما هي بالماضي انا بفضل ارجع لقبل ال 75 بس انا هلا بدي افكر ببيروت المستقبل المستقبل بدنا نشتغل مع اصوات جديده اليوم منال غنت عربي هي ما بتغني عربي يمان عزفت العربي وهي هي مش ملعبها هون بس خلي بذا فويس خليني اتغني عربي وهون غنت عربي بتكنيك كتير كتير حلو للاسف انطوني مش معنا اللي هو من باند ادونيس هو بدبي ما قدر يكون معنا لهلا وكازن ولين كمان لين يلي بتغني كل شيء طلعت من هي لين بعدها 17 سنة بعد ما صارت 18 سنة
هي افتتحت الغنية بيروت للمستقبل. نحن اوريدي شفنا الاشياء الحلوة، شفنا اشياء مرة ببيروت بس ولا مرة في الليلة. دايما نحن نساعد دولتنا مش دولتنا تساعدنا، بس اجا هلأ الوقت هالجيل الجديد يحكي عن بيروت كيف بده اياها ويحكي ويقرر ان احنا بدنا نرجع نعمر هيدا البلد لنا، نحن بدنا نعطي الصورة الحلوة. وصدقني الموسيقى والغنية بتسافر اسرع شيء بالدنيا، عشان هيك اي لما بنحكي على قوة الاغنية اليوم، لما غنية فيها شباب جديد عم بيغنوا واصوات، مش عم نحكي نحن اوكي شكلهم حلو، لا، ست فنانين كل واحد بيطير العقل بالاخلاق وبالصوت وبالحضور. بعتقد هيدا هو المستقبل اللي عنا. ما الفنانين المعروفين كتر خيرهم، في ناس غنت لبيروت، في ناس ما غنت، شاركوا بالمجهود بس اوريدي موجودين. لازم بقى المستقبل يبلش التغيير، وانا برايي الثوره اللي كمان مع الموسيقى. الفساد مش طايل بس السياسه والاقتصاد، الفن كمان الفساد والاعلام الفني. يعني متكليد عليكم تعملوا هاي الثوره الفنيه، لكن لانه بقى يعني كمان فنيا في امل بنسبتك بعد. يمان بدي اسالك، انا انت حسب ما فهمت عم بتغني غربي، هي بتعزف وبتغني، يعني بتعزف بتغني غربي، كيف ممكن الانسان يكون منتمي لبيروت، يحب بيروت، يغني لبيروت، اذا مش عم يغني اصلا بلغتها؟ كان يعني انت بيروت بالنسبه لك هي غنيه عم تغنيها، ولا في شيء تاني نحن ما بنعرفه عن علاقتك ببيروت وبالمدينه اللي هي يمكن الناس بيجوا من برا بيزوروها شهر بيتعلقوا فيها بضلوا يحملوها بقى. انا بتذكر مثلا بلشي من عند الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بيحكي عن ذكرياته ببيروت، بيحكي عن أمراء المملكة العربية السعودية اللي عمرهم فوق الخمسين كلهم بيحكوا عن ذكرياتهم حياتهم بالكويت، عن مشايخ الكويت، الناس اللي بالسلطة، وزراء، نواب بالإمارات، بعمان، بكل الدول الخليجية أو العربية بتلاقي حدا منهم مرتبط ببيروت بحب معين، عشان هيك بتضل تنبض بقلبه بلحظة معينة. أنت علاقتك ببيروت بغض النظر عن الأغنية قد ايه واصل حجمها لحتى قدرتي تغني لها بهالطريقة؟ أنا أول شيء كل حياتي عشتها بلبنان، كل حياتي ربيت ببيروت، كل طفولتي والبارت وقتها كان عمري 18 والجامعة، واكتشفت السهر واكتشفت الأصحاب وعملت الذكريات تبعي هول كلهم ببيروت. يعني مزبوط انه انا بغني بالغربه، هو بس لانه انا ربيت على الموسيقى الامريكانيه اكثر شيء، وانا بس بدي اكتب اغاني بكتب بالانجليزي لانه هذه اللغه الاكثر شيء بعرف اعبر فيها من ناحيه الكتابه. بس انا وقتها بدي احكي بحكي كثير منيح عربي وبفكر بالعربي، بتعرف بيقول الواحد وقت يفكر عنده لغه بيفكر فيها معينه، انا بفكر بالعربي ما بفكر بغير لغه، وبعرف عبر كثير منيح بالعربي، وما يعني ما كتبت، ما في غنى لبيروت الا بالعربي، لانه كل ذكرياتي ببيروت هن ذكريات عملتهم بلغه الام انا اللي هي العربي، بغض النظر عن أي نوع موسيقى أنا بغني. وبالنهاية أنا وقتها بقول أنه بغني غربي، أنا بغني النوع التكنيك الغربي، يعني أنا ما بشرق، أنا ما بغني طرب، بس أنا إذا التكنيك الغربي مجموع مع اللغة العربية يلي هو كايند اوف شو هي هيدا الغنية، أنا ما عندي مانع أبداً. بالعكس يعني بالعكس بحس أنه هيدا بكون وصلت رسالة صريحة أكتر من لو أنا بكتب بالإنجليزي. يعني لو أنا كتبت غنية عن بيروت بالإنجليزي كنت بكون أنه أوكي بواتك وحلوة وستيلة أمريكاني وهيك، بس غني بالعربي خلص بصير كأنه صار حديث، بطل أنه بس أنه عم بتفنتز. بصير أنه بس أنه عن جد عم بعبر عن الرسالة المزبوطة وعم بحكي exactly اللي عم فكر فيه. منال كمان أنت بتغني غربي؟ بعتقد أول مرة تغني عربي، ما بعرفك عربي قبل. لا مش أول مرة. مش أول مرة طلعتي معي برنامج وغنيتي لي بالعربي، يعني غنيت بالفصحى كمان تتذكر؟ فهلا انا اللي حابب اعرفه انه انتم هالشباب برايكم لو رجعتوا عملتوا اغنيه شبيهه تانية عن بيروت بس باللغه الانجليزيه او الفرنسيه منشان اللي برا يفهم شوي حب بيروت وطريقه حبكم لبيروت، ما بتتصور يمكن الرساله بتصير خارج حدود الوطن العربي لتوصل للعالم؟ لانه بالنهايه نحن اليوم احوج ما نكون نعطي صوره ايجابيه، لانه الناس فاكرين ان نحن
بلد كلها نفايات، بلد كلها فوضى، كلها فساد، وفعلا هيك، بس مش ما غمرتنا لفوق راسنا، يعني يمكن واصل لحد المنخار بس احنا عم نتنفس للركب. يعني للركب برايكم في لا اعلى من الركب؟ يا ريت. مش عاطلة الفكره منال، شو رايك؟ شو رايكم بالفكره هيك فرانكو؟ صراحه يعني المفروض يكون فيه سبتايتلز، ما بعرف اذا حاطين بالكيت سبتايتلز. كنت جاي اقول سبتايتلز ديفينتلي ار ان ادد فاليو، حتى يمكن ما بعرف جمالي فينا نعمل فيرسيون بالانجليزي مثلا. ما بس مش عارف الفكره، وانا قلت له لداني لازم نعمل سبتايتل بس ما شجعني. ما شجع. طب عندي سؤال لمنال انا. تفضل. يمكن يكون غريب شوي بس انا بتذكر انه منال شاركت بفيلم اسمه تاكسي البلد، صح؟ واو، تاكسي البلد هيدا اول فيلم شاركت فيه من زمان، هيدا 2000 exactly. فيلم كان لمخرج امريكي او لبناني، مخرج دانيال بطولة طلال جردي. توفى مش من زمان، ما سمعنا لانه راح صوتك. اخراج مين كان؟ اخراج دانيال جوزيف، كنت عم بقول وتوفى مش من زمان، الله يرحمه، من أوكي. من شهرين. بهيدا الفيلم كان اللي كان بطولة طلال الجردي، بتطلي بمشهد عم تغني بالتاكسي، انا الفيلم بحبه، ذكرت هلا لانه الفيلم بيخدنا بشوارع بيروت، رحله بكل معنى الكلمه على شوارع بيروت وناس بيروت، في شيء كتير حلوه. هيدي البيروت قد ايه بقي منها هلا برايك؟ بيروت الفيلم اللي انت شاركتي فيه، شو بقي منها هلا؟ صراحه يعني ما بدي اكون كتير نيجاتيف بجوابي، بس انه مثل ما كان عم بيقول داني من شوي، راحت كثير تشوهت هالصوره، بس بفتكر بعدها بقلبنا، بعدها بقلوبنا كلنا، وبعد عنا هالامل انه نردها. مش هيك نحن عم نعمل هالمشروع، ونحن كارتست هيدا من واجبنا انه نضل نربي هالامل ونضل نعطي للعالم هالامل. بالنسبه لي كمان لانه هي بقلبنا، مثل ما بيقولوا هالصوره اتس انفينسيبل، it shouldn't break, it should never break. فكل ما يعني بزعل وبرجع يعني بقشط شوي، برجع بتذكر هالصورة وبرجع بقول انه كتر خير الله نحن الفنانين عنا، يعني كل واحد بيعبر بطريقته، نحن عنا صوتنا، نحن عنا الفن. و to me collaboration is art، يعني نحن هيدا المشروع اللي عم نعمله انه كلنا عم نحط ايدنا بايد واحدة كرمال نرجع بيروت، نرجع الحياة لبيروت. هيدا من واجبنا، وبعتقد we can really make wonders. يعني أنا هلأ صراحة من بعد هالمشروع كتير صار عندي hopes و full of emotions، وخلص يعني I'm positive إنه هترجع، ما بتموت هي الغنية. طب. اللي ما بتموت مدينة الحياة. أنا بدي أسأل مين؟ يلا باتريسي. هاي لين. هاي. انت اصغر فنان مشارك بهذا المشروع الغنائي، صح؟ صح. تعتقد انه جان ماري ريش حملك مسؤوليه اكبر من عمرك؟ هلا اكيد انا بعتبر مسؤوليه، انا دائما يعني دائما بحب اني يكون يعني اقدم احسن ما عندي، وخصوصا انه انا كنت يعني من أول The Voice، يعني تعاملت أنا مع الفنان جاماري بالأول، وأنا كتير يعني بوثق فيه وبرتاح بالشغل معه، بس روح على الستوديو يعني تعودت بس حالي راح على بيته يعني. سو كمان أول ما قال لي على هذا المشروع كتير انبسطت وتحمست، ويعني كمان يعني بحسها كمان مسؤولية إنه أنا بدي دايما أقدم أحسن ما عندي. أكيد لين، أنت حضرتك من طرابلس، صح؟ صح. وطرابلس سموها عروس الثورة ببيروت بلبنان، مظبوط. هيدي الغنية اليوم اللي عم تغنيها قد ايه عبرت عن ثورتك الفنية الوطنية من خلال هالمجموعة اللي انت فيها؟ اكيد هذا الشيء كثير بيعني لي، يعني كمان ما مضروري يكون بهم انه انا من طرابلس او من غير منطقة، يعني انا من نفس البلد، وما بهم قد يكون قريبة على بيروت لحبها، انا كثير بحب بيروت. وانا كمان كنت شغلي، انا كنت بدبي، رجعت على لبنان قبل بنهار من الانفجار، وكنت كثير مشتاقة أرجع، وبس صار الانفجار عن جد كثير تأثرت. ويعني مثل ما قلت لك إنه ما بيهم قد إيه أنا قريبة على بيروت، أنا كثير بحب بيروت، خصوصي إنه فيني أعتبر إنه عشت فيها أول فترة من The Voice، قضيتها ببيروت كل الوقت. مرسي لين. مرسي لأليك. في زميلي
موجودة معنا بس ما عم بشوفها باستمرار. في أول شيء معنا زميلة دنيا، دنيا عبد الفتاح السيد إبراهيم من مصر. من مصر دنيا معانا حضرتك ولا طافية؟ آه موجودة بس النتورك بتحوش الفيديو وتروح بس صوتيك. مش مشكلة بنسمع فيك. موجودة والله مش واضحة. موجودة. بدي عندي هيك حشرية أو فضول أعرف الزملاء والحبايبنا بمصر كيف شايفين بيروت اليوم؟ يعني كيف عم توصلكم الأخبار؟ شو الانطباع العام؟ يعني أنت اليوم قاعدة عم تشوفي بيروت من خلال الإعلام والسوشيال ميديا، شو الإحساس الداخلي عنك إنه هلأ بيروت كيف؟ إذا إجا واحد قال لك إيه أخبار بيروت؟ شو بتقولي له أنت؟ حدا قال لك حدي كيكة بمصر؟ والله يعني انا واثقه كويس جدا ان زي ما بيروت قدرت تبني نفسها زمان هتقدر تبني تاني، وده اللي انا شايفاه. يعني احنا في مصر لو حصل لنا حاجه زي دي من يعني زي بعد الانفجار وكده اكيد هناخد وقت ان احنا نرجع تاني، اكيد هيبقى في حاله من الاكتئاب من الحزن، ده اكيد كان حاصل في بيروت. بس اكتر حاجه ببقى واثقه منها ان هي تحصل على طول في بيروت انهم هيقوموا على طول، وده اللي حصل سواء فنيا سواء اقتصاديا سواء كل حاجه. ده اللي واصل لنا ان احنا على طول واثقين ان الدنيا هترجع احسن من الاول كمان. طبعا انا ما عندي شك بمحبتك ومحبه مصر للبنان، هذا شيء مفروغ من امره، لكن الانطباع عندكم انتم هلا اذا حدا صديق لك قال لك انت متابع اخبار بيروت ايه اخبار بيروت، شو بتجاوبيه بصراحه بدون مجامل؟ شو الانطباع اللي ممكن تنقلي له اياه؟ انت كيف شايفي هلا شو عم يقول لك الاعلام؟ يعني كيف عم توصلك الرساله؟ من غير اي مجامله بجد، ده اللي الاعلام وصله لنا، ده اللي الاعلام وصله لنا. انا كصحفيه ويعني اوريدي انا الاعلام، فانا شايفه ده اللي انا بوصله كمان للناس اللي خارج مجال الاعلام، ان فعلا الوضع في بيروت بدا يتحسن. يعني ده مش مجامله خالص، هو فعلا ده اللي انا قلته، هو ده الوضع اللي وصل لنا، ده مش راي لوحدي، لا ده بالعكس ده راي اي حد هتساله. لو هتسال حد عادي معدي في الشارع عندنا في مصر هيقول نفس الرد، ان لا بيروت هتتحسن وبتتحسن اوريدي. كلنا طبعا وقتها كنا متضايقين على اللي حصل في الانفجار وكده، بس بقى على طول يعني ده اي حدا تسأله ايه الوضع في بيروت، بيروت بتقوم تاني من جديد، ده هيبقى رده. طبعا نحن عم نتابع اخبار مصر والعاصمة الجديدة والعمار والبناء، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله مصر مولعة بالعمار الجديد، وهذا شيء عمار يا مصر. طبعا طبعا عمار يا مصر، لانه اللي عم نشوفه على الشاشات قلب انه في مدينة عربية عم تكبر وعم ترجع تستعيد كل العز اللي لازم تكون عليه، خصوصا القاهرة. يمكن انتم بتعرفوا قد ايه القاهرة بالنسبة لنا نحن كلبنانيين بتعني لنا. في ميشيل صديقنا ميشيل عجوب من هاي ميشيل عجوب، عجبا ما عم بسمع صوتك، تفضل. لا بدك تفتح الميكرو ميشيل، ما عم بسمعك. نزلت الغنية او بعد؟ هلا نزلت 8 مفروض نزلت. انه 8 نزلت هلا، اذا حدا منكم هيك راح على جنب سمع يوتيوب فتح يوتيوب بتطلع على اي موقع. بس بدنا نحضر الفيديو. لا الفيديو قصدي على اي موقع، عند على يوتيوب على اي على صفحتي انا على جي ام ار ستوديوز، حطوا بيروت امي مفروض بس حطوا بيروت امي جي ام ار ستوديوز بتبين صح، او جان ماري يا شيء، او حي اي اسم من الفنانين اللي معنا. طب جان ماري ما حنحضر نحن هون معك هلا، احسن تحضروها لانه الساوند ما راح يطلع على زوم مثل ما لازم. لانه كثير سوقنا مع انه زعبرنا شوي، بس انه ما حضرناها فعليا. لا بس الفيديو صدقوني الفيديو بيستاهل. ينحضر مثل ما عمل زفان بمقابله، سال فيكتور سحاب سؤال 10 دقائق بس قال له طيب لا جاوبك، قام راح سال واحد ثاني. خلينا نرجع لعند شو حسيت ميشيل الصحافة السياحية قد ايه معطلة بخصوص باتجاهات لبنان؟ يعني خط لبنان السياحي قد ايه ممكن يرجع نتأمل انه يرجع ينفتح؟ نحن الحمد لله لا بترول لا بندورة لا خيار لا بقدونس، ما عندنا شيء، عندنا هالكم مطعم وهالكم اوتيل وهالشوية سياحة برضو دمرناهم. على قولة زياد رحباني بلد ما فيها مواد أولية، بدنا نشوف شو بدنا نعمل.
لا أولي ولا مؤخر ولا مؤدب، ما في شيء غيرها شوية السياحة طرقناهم كومبلي وجبنا إخرتهم. بعد السياحة باقية، بعد السياحة باقية عن جد يعني إنه معقولي آخر نفس بلبنان بعد الكورونا والأزمة المالية اللي كان ممكن يجيب لك شوية مصاري هن المطاعم اجت كومبلي شيلتهم. لا مش صدفة يعني، في إنا بالموضوع. مشال خط السياحة على لبنان قدي ممكن أنت بعينك أو كخبير بهالموضوع قدي ممكن يستعيد حياته وقدي بده وقت. ميشيل ما عم يطلع صوته. ايه ميشيل الميكرو مطفي عندك. هيبرك لي تسمح لي بكلمة، تسمح لي بكلمة، تسمح لي بكلمة جمالي. تفضل توني، تفضل نقيب. بدي أقول طالما في حياة وحركة وجود فينا كلنا سوا رح تبقى بيروت ورح تبقى السياحة، وكلنا سوا متكفلين متضامنين رح نرجع نحط لبنان على الخارطة السياحية العالمية. وخصوصا لألك جمالي بدي أقولك إنه أنت فنان وموسيقار وشخص مميز ورائد، بس أنت كمان زميل بالمصلحة وأنت قيمة مضافة لنقابة أصحاب المطاعم، ونحن بنفتخر فيك جمالي. نحن بنشوف حالنا فيك والله. أنا كمراقب ومتابع مش عارف صنف جون ماري، هل هو موسيقار وموسيقي ممتاز ولا هو سياحي ممتاز؟ لأنه مطاعمه هلا ما بعرف إذا بتعتبروها دعاية اعتبروها، أنا صرت حتى عندي. لا لا معك حق، يعني يمكن لو بلوس أنجلوس مش هيعمل أحلى من هيك مطاعم. وقت أنا لك هو قيمة مضافة لنقابة أصحاب المطاعم، معناتها هو رائد بكل شيء بيعمله جمالي. تقني إيه عن جد؟ مشينا للوريس بلبنان والسياحة والمطاعم أكيد رح يرجعوا، رح يرجعوا فيريسون طالما بعد في ناس بتآمن بلبنان مثل جامري ومثل النقيب مثل أستاذ توني. يعني لبنان ما بيطوق، يعني البلد اللي صار ببيروت لو ببلد غير بيروت وغير الشعب اللبناني وغير الناس اللي مثل أصحاب المطاعم مثل الشعب اللبناني كان بده وقت كتير كتير كبير ليرجع يطلع على البلد ويرجع لحالته الطبيعية. نحن اليوم صار على الانفجار ماري 3 شهور، بعتقد صار في يمكن نسبة كتير كبيرة من المطاعم إذا ما فتحت قريبا رح ترجع تفتح أبوابها. فنحن صح يمكن ما عنا مواد أولية أو الحالة عاطلة، بس عنا شعب جبار، شعب بيحب بلده، فهيدا رح يرجع السياحة وفيري سون بيرجع كل شيء على لبنان. ناخد من النيجاتيف من حوله لبوزيتيف نحن ببيروت. ما تنسى ميشيل أنك أنت بتنضم لمجموعة هوسبيتاليتي سيرفيسز، وبوجودك كمان رح نضل على الخارطة السياحية. ميشيل هذا الكلام كلام التشجيع والتفاؤل، وهذا أكيد كلنا منوافقك عليه 100%. بدي كلام الخبير والمحلل الاستراتيجي للسياحة، أيمتى لبنان ممكن، شو شروط عودة لبنان إلى الخريطة السياحية كما كان منذ عامين لحتى إيه؟ شو الشروط لحتى ترجع الوضع السياحي بلبنان يأخذ مجاله؟ خلصت الكورونا مثلا بدأ أول شيء. نعم بدك تعطي استقرار، يعني أول شغلة ترجع السياحة، بس بدك تحسس السائح بده يجي على لبنان بده يحس بأمان. بس عندك بدك تحسسه بأمان واستقرار. يعني أنا برجع بقولهم على طول نفصل السياسة عن السياحة، وكل رجل سياحي يفصل سياحته عن السياسة. ولا ممنوع نتعاطى سياسة نحن كرجال أو كسياحيين، ما نتعاطى بالسياسة، منحسس بأمان. والإعلام يحكي البوزيتيف عن لبنان، ما بقى يحكي النيجاتيف عن لبنان. هيدا بننقل الصورة البوزيتيف لبرا وبيرجعوا كلهم لعنا. يعني بدل ما نطلع على التلفزيون، ركز لي عليها لحتى نبلش نتفق عليها نحن كونه هلأ الزملاء موجودين، كيف نبلش نخبر العالم عبر السوشيال ميديا انه شهر ديسمبر رح يكون بلبنان غير المتوقع، حيكون زينة، حيكون شوارع رجعت عمرت، مطاعم رجعت فتحت، دمار نشيل وتعمر من أول وترمى من أول وجديد، ونخففنا نخففنا خصوصا بموضوع السياحة، لأنه نحن هلأ أحوج ما نكون للسائح. جيب لنا فريش بيجي بكترة حيلاقي البلد رخيصة بالنسبة له، يعني صار بيقدر يجي يقعد بدل الأسبوع 20 يوم بنفس التكلفة اللي كان يدفعها، صار بيقدر ياخد 10 جيجا
$5 بالوقت اللي كان حقه $50 من 6 أشهر أو من سنة. فلازم نبلش هون نتفق نحن كإعلاميين وكناشطين على السوشيال ميديا نشتغل على هذا الأساس. مليت كمان يعني ممكن 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 يجوا إذا حضروا الكليب، لأنه حسب عم نشوف بدنا نهني المخرج يعني. موريس صديقنا اللي هو حبيبنا وهو الناشط على السوشيال ميديا والمشجع والمغترب اللبناني المغترب صاحب الخبرة، هو الواحد لازم يجي. هو موريس عاش اتنقل من ميامي لليونان السنة الماضية، عم يقرب حضرتك كم سهرة برمضان، بتصور من سهرات من العمر، ما هيك؟ بمطعم بالباك يارد بالحازمية. أنا رح أعمل مداخلة. أول شيء رح بارك له للجان ماريا الغنية، وبعد ما حضرتها طبعا، هلا بس نخلص بقعد بحضرها. ويعني بالحقيقة أنه في ناس بعدهم مأمنين هالقد بلبنان ويقدروا يعملوا إنتاج من هالشكل هيدا، باتت برافو يعني، شابو كمان. وإن شاء الله يكون الوضع عند حسن ظنه. هلا برجع للسؤال الثاني اللي سألته لدنيا من مصر، شو سامعين؟ نعم. انا اذا بتتذكر بجانوري قلت لك انا رح صفي امريكا وارجع على لبنان، قلت لي دايما بنوديكم ازكي بتنبهلوا كيف راجع. تتذكر هالحديث؟ انا دكتور انت وقت انا قلت لك ما ترجع، قلت لك كيف لك قلب ما ترجع، قلت لي ما تروح على اليونان، قلت لك كيف لك قلب ما ترجع على لبنان. أنا آخر سنة يعني 2019 كنت معكم، إن كان بالحزمية بسهرات رمضان، طلعت شفت الشوف أول مرة، كنت بروح على الشوف، طلعت طلع عنا يعني. اتغدينا بشلالات الزرقاء يعني. ما بعملش إذا بتروح لهونيك إلك قلب تترك قد ما حلو المنظر والشلالات والقعدة، هيتونا على الناس. أنا هذا اللي بدي أجيك. اترك لي اليونان وارجع على الجماعة مزين لك شارع شميزي بس يفرجوك انه بثلاث اشهر غيرنا التاريخ، تعال وسيب لي نفسك. هذا يا خليني اكفي. انا من بعد هذيك الزيارة بال 2019 رجعت على ميامي وقررت انه خلص بصفي وبنزل. واخذت معي 8 أشهر، خلصت كل شيء، ومن جمعة على القد جيت على اليونان. يعني انا عم جرب اقرب لعندكم. هلا اذا بدنا نحكي اعلام مزيف هذا انت حر فيه، انا زيف. بس انت هلا بما انك باليونان يعني انت ستاند باي، فقريبا ان شاء الله بترجع وبيرجع بيزبط قريبا. انا بيجي كل يوم بس اذا بدي اسمع كل يوم في حادثه تخطف، مثل ما كان بحكي زميلك السياحه بدها استقرار. انا خايف يعني كيف بدي امن انا انزل هذا جاي من امريكا، انتوا عايشين بتكساس 1650 وين في خطف؟ هلا اذا واحد اتخانق وابن خالته بعلبك واجا خطفه ليضربوا كفان، هدول لا هذا اصلا ممنوع التجول. لا هذا اشكال. انا حاضر ومش وحدي، انا بقول لك في ميات مثلي جاهزين ينزلوا كلياتنا ناطرين. اقول لك لوين وصلت، عم بقول لك تركت وصلت لليونان تنزل. انا عندي 4 بيوت بلبنان اقعد فيهم، يعني ناقصني شيء انزل. انا من حزب غير انه يا بقى واهلا وسهلا باقي بهالبلد ومش رح فل، بخيره بشره بازماتها بصحتها بعافيتها بمرضها انا باقي بهاي البلد. بشهر ديسمبر اول لمبه انا قاعد بهيدا الشارع ليلا نهارا، بدي ضل عم كذب وصور وانقل لك على التويتر وعلى بيجي لعندك بيجي بقعد معك شرح لهم بكره للعالم، تعوا شوفوا الجميزي اللي كنتوا عم تبكوا عليها من 3 شهور، تعوا اضحكوا وفرحوا. الله يقويك، بعث لنا اياها، رح ننزل ونقعد معكم وحياتك. نحن شو قاعدين عم نعمل هلا؟ انا بعتبر حالي مهجر يعني. أيوة. ننزل مع بعض استاذ موريس. لعيونك حبيبي جاي. انا اسمع. طيب انا عندي سؤال لاستاذ جوماري، حركش فيه شوي. انا ما اعطيناه دور بيستمتع بالحوار. يلا وين؟ انا اسال سؤال جاد اذا ممكن. اول شيء كيف النهار؟ الوضع مستتب، الامن مستتب، فيها مستمره ولا في عليها اخطار؟ ان شاء الله لا. انا اسمك الدراما.
يعطيك العافية وشكرا جد. أول شيء أنا مو من زمان مع النهار، بس بالنهار وبالنهار العربي كمان هو مشروع جديد للنهار. بدمسي عليكم جميعا، بارك العمل أستاذ جان، وأحكي أنه أنا حاسس بالغيرة الصراحة، لأنه من سوريا وتمنيت أنه خلال السنوات الماضية يكون في عمل غنائي بسوريا يقدر كمان أنه يحكي عن الوجع بسوريا، بس كان عندنا كمان تقصير بهذا الشيء. فكمان بنقل الوجع السوريين لما صار انفجار مرفق بيروت، سواء السوريين اللي عايشين هون أو الشباب اللي بسوريا اللي كمان كثير تأثروا بهذا الانفجار وبالإطار. أترك الميكرو عدو شوي عن أيوة إيه تفضل. عندي سؤال، يمكن من شهرين لهلأ من وقت ما صار انفجار أو ثلاثة شهور، صار في عدد كبير من الأعمال يمكن الغنائية والموسيقية اللي حكت عن يعني كانت يمكن طبعها وطني، ونفس الوقت كان في منها شيء بيسائل أو بدعي للتفاؤل والحب وإلى آخره. الأستاذ جان، شو اخترت أو كيف فكرت أن تكون هاي الأغنية مختلفة، سواء عدد الأصوات اللي شاركت فيها أو يمكن نوعية الموسيقى أو حتى الكلمات؟ لأنه يمكن اليوم الوجع اللي موجود بالشارع اللبناني أو الانكسار اللي موجود بحسس أنه إذا كانت الكلمات كثير تفاؤلية أو يمكن تكون بعيدة شوي عن الواقع، فكيف يمكن انعملت هاي الطبخة لطلعت هاي الأغنية؟ شكرا كثير لكم. شكرا على سؤالك. الجديد أنه في تعاون من فنانين جديد بأصوات من طي العالم. الجديد اللي قدمه المخرج انه ما في ولا صورة خراب او ناس عم يبكوا او دمار او صورة الانفجار، لانه ما بقى في شيء جديد نرجع نزيده على الموضوع. الجديد ما نعمله هو الامل يلي بدنا نرجع نزرعه بنفوس اللبنانية والبيروتيين خصوصا. صوتك واطي شوي استاذ. وخصوصاً أنه اللي مش من بيروت يرجعوا يشوفوا أنه لا نحن عم نعمر، لأنه في كتير ناس مش عارفين مفكرين هيدا الشارع خلص مات، لا بيروت بدها ترجع. والجديد موسيقياً أنه فكرة اللحن معمول عجن، يعني بالموسيقياً هي نغمة ماجور، هي نغمة فرحة. إيه عم يغنوا الشباب بطريقة مختلفة والصبايا بطريقة مختلفة، تكنيك اللحن فعلا جديد. انا حتى من اول مرات بقدر بعمل هيدا الشغل. الروح التعاون اللي صارت بين الكل من كل الفنانين اللي قدموا، كان مشروع بياخذ العقل، حتى لو كنا اكثر بكثير كمان كان راح يطلع حلو، بس هيدي بدايه. انا برايي المستقبل لشيء اسمه كولابوريشن، تعاون. بلشناه بالغنيه، لازم يكمل بكل شيء لنرجع نبني هيدا البلد. نحن الصورة الحلوة، إذا إياداتنا ما عم يعرفوا يديروا البلد، مش ضروري نفرجي للعالم أنه اللبناني بيفشلوا بشي، لا نحن بننجح. وعلى النطاق الشخصي نجحنا بلبنان برات العالم وبرات لبنان، ولاحظوا كل الاندفيدجوز يعني اللبناني لما عم يكونوا برا يعملوا شغل عم يكونوا رائدين. نحن بلبنان كنا ناجحين على النطاق الشخصي، مش الدولة شو عم تعمل. لا مش رح ننطر حدا يصلحنا، جربنا نطرنا ما بكذب عليك، اللي وصلنا لمطرح ما حدا رد علينا، لقينا لا نحن بدنا نرجع مش رح نستسلم. الجديد قلت لك بالموسيقى فكرة التعاون، لما تشوف الكليب كيف لين بلشت عم تغني، انضم لها أنتوني بعدين غنوا مع بعضهم، بتحس إذا مغمض عيونك بتحس صوت واحد. هاليونيتي اللي عملناها بالغنية، لما بتغمض عينك شو بتحس، هيدا المهم. ولما بتشوف الفيديو بياخدك على مطرح بيفرفح لك قلبك بيخليك تشتاق ترجع لبيروت. بدي نوه شغلة صغيرة قبل ما جاد يسأل، انه تقريبا رح نختم هذه اللقاء كله، رح مسجل رح ينزل على اليوتيوب، حتى اذا حدا بيحب ياخد المقطع اللي شارك فيه ينزله عنده، يرجع يستعيد الحوار يكتب عنه، بيكون موجود على اليوتيوب على موقعك جي ام ار. اي نحن حتى كمان فينا نبعث لكم اللينك اذا بدكم تعملوا له داونلود، كل حدا يقدر يعمله، او اذا المقاطع اللي انتم فيها تقصوها تنزلوها عندكم. انا بس بدي اطلب طلب صغير من الفنانين اللي شاركوا معي، اذا حدا عنده شيء يحكي بليز تفضلوا، لان اليوم حكينا كثير، حكينا عن البيروت عن السياحه عن الرجعه، بس على الغنية انا برايي في كثير ما انحكى بعد، ف بترجيكم اذا اي حدا عنده شيء تفضلوا. يمان، ميشيل، منال، لين، انا بحب كل حدا منهم يخبرنا عن تجربته معك، يعني شو كان شعوره لما حكيته انه بده يشارك، وكيف كانت التجربه من بعد ما شارك. انا حكيت اوريدي، قلت لك الحماس كان، يعني مثلا في ناس ما بعرفهم من قبل مثل منال، لهن بدهم يخبرونا. يلا بالدور بلش، ومين؟
منال المبتسمة دائما. يلا يا استمتع التبسم دائما. أنا صراحة كتير 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 انبسطت أول ما حكينا جان ماريا. أول شيء غير إنه I'm a huge fan of his work يعني, وصراحة it's been an honor working with him. بس لقيت إنه yes هيدا المشروع اللي عبالي أشتغل عليه, غير إنه collaboration is art بالنسبة لإلي and that's the future. بس هيدا مشروع عن جد إنه هيك لازم نفرجي بيروت بكل البوزيتيفيتي. يعني شبعنا دمار, شبعنا صور دمار وديستركشن وزعل, يعني كل المشروع من الغنية للكلام لللحن للفيديو للكونسبت كله it's pure positivity and hope, يعني هو هيدا أهم شيء. plus الكولابوريشن مع هول الفايف أرتست يلي أول شيء أنا كتير بحبهم, كتير بحب فنهم, هولي مومنتس بتذكرهم كل حياتي يعني, واهم البروجكتس اللي هن بيجوا under a collaboration. فبالنسبه لهذا هيدا من اجمل المشاريع اشتغلت عليه, و I'm so happy و thank you again جان ماري for the opportunity و thank you لكم كلكم عن جد. I'm so happy we did this. يامان عندك شيء تقولي؟ ايه اكيد. في عندي كم نقطة بدي اجاوب عليهم باسرع طريقة ممكنة. اول شيء جمال انت حكيتنا عن اللغة وحكيت كمان منال بنفس الموضوع. بدي أقول لك شيء إنه بالنسبة لأنه نعمل غنية بالإنجليش وللعالم يلي ما بتفهم, أنا عندي قرايبين عايشين عايشوا كل حياتهم عربي. مش اللي ما بتفهم العالم اللي ما بتفهم ما في أمل منه, اللي ما بتفهم عربي قصدي. إيه اللي ما بتفهم عربي, اللي ما بتفهم عربي ما بعرف شو قلت. العالم اللي ما بتفهم وسكت. ايه دونك العالم اللي ما بتفهم العربي, انا عندي قرايبين عايشوا كل حياتهم برا. هلا من وقت ما صار الانفجار يعني بار اكزامبل عندي ابن عمي هي ذا رابر وبيكتب بالفرنساوي اوكي, انجا بيعرف يحكي عربي. من وقت الانفجار صار مش هو صار عايز يكتب بالعربي, يعني مش نحن اللي عم نصير بدنا نوصلهم شيء بغير لغه, صار هن بدهم يحكوا عربي, صار عندهم الحاجه لانه حسوا بهيدا الباتريوتيزم يلي لهم زمان مش حاسينه قد ما وجعوا معنا حتى لو ما كانوا موجودين بلبنان. سو بعتقد انه هن بدهم بالعربي حتى يلي ما بيفهموا عربي, عرفت؟ ما في شيء بيمنع انه نعمل غنيه بالانجليزي. بس كان بدي أوضح قدي العالم يلي عايشين برا حتى يلي ما بيفهموا اللغة قدي متمسكين بعروقنا اللبنانية. بالنسبة لجان ماري, الشغل مع جان ماري, كنت عم تسأل, حدا سأل إذا جان ماري سائل بالشغل. صراحة ما بعرف ليش بيقولوا هيك. جان ماري بس عنده ستاندردز, جان ماري بس عنده ليفل معين ما بينزل تحته. إذا أنت بتمشي معه نفس السكة جريت, ما 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 في ابدا ماشي يعني ولا نوع ثقيل ولا شيء. اذا بتمشي مع صوتك ما صرنا حديث ثاني. ما بعرف يعني لانه انا ما واجهت المشكله معه عن جد, يعني ما في ألزم الشغل معه, وبتحس انه في ليفل عن جد, وهذا الليفل يلي عايزينه, وهذا الليفل يلي عم نجرب نصور فيه, يلي عم نجرب نعمل تغيير فيه, نحط ستاندردز ما ينحكى باللبنانيه از عالم بيصدروا هيدا النوع الموسيقى او بيعملوا مثلا هيدا الشيء. بس بدنا نغير القصص, بدنا نغير المنظار تبع العالم على لبنان, وبدنا نعمل تغيير عاكبين من كل النواحي. وانا بدي اتشكر جمالي انه نقى هول الارتست. عن جد كتير انبسطت انه هيدا هو الليفل اللي اشتغلت معه. بحبهم واحد واحد, في عالم تعرفت عليها بهيدا الكليب وكنت احلى معرفة عن جد. So I really hope انه يكون عنا غير فرص نشتغل سوا, واذا لا انا بعمل فرص نشتغل سوا. لانه عن جد it's worth it. Thank you لتاني, thank you عن جد للتيم كله. ان شاء الله بيجي وقت بنعمل شيء بيشبه راجع يتعمر لبنان, نرجع نعيد التفاؤل بعد ما نكون قمنا من هالجورة اللي خبطنا فيها, لانه قضينا راجع يتعمر تتكرر. مش رح تتكرر ال 2020 الا كل 50 سنه, لانه اللي صار فيها خيال مخرج ومؤلف سينمائي ممكن يوصل له. يعني ما لازم ننطر يصير هيك شيء, لازم نعمل تغيير بلا ما ننطر يصير فيه هيك كوارث. نعمر for once and for all. احنا ما لازم ننطر هيك كوارث كرمال تنعمل تغيير. يلا انتوا الجيل اللي بده يعمل, احنا ورثنا كارثه ما عرفنا نخلص منها. ان شاء الله انتوا تقدروا.
عن جد. قبل ما نقلكم شكرا فينا انا اضيف شيء اللي هو ما مفروض اقوله هلا بس حبيت ضوي عليه من الاشياء النشاطات اللي احنا عم نحضرها بشهر ديسمبر في عم نحضر كمان كولابوريشن مع جون ماري واللي هو انا ما فيني احكي فيه كثير واعطي تفاصيله بس اكيد حيكون عمل عن جد استثنائي اذا قدرنا نعمله ونشارك الناس فيه يكونوا موجودين معنا حيكون بالنسبة لنا هيدا بكون وصلنا للأبوجي تبع الأعمال تبعنا إذا ما قدرنا اللي هو حيكون بديسمبر 12 الشهر حنعمله لايف ستريمينج حننقله عبر وسائل الإعلامية نقدر نكون مغطيين ونقدر تحضروا الناس ببيوتها وإن شاء الله الفنانين اللي هني موجودين معنا اليوم حيمسكوا بعض إيد بإيد ويغنوا سوا هالغنية اللي فاتت عقلوبنا واللي هي عن جد نقلت وجع نقلت هي كانت عبارة عن يعني مثل تعبير لقلنا لنحنا شو حاسين فيه وفعلا نحنا هذا كل شيء عم نعمله الشارع اللي بدي ازرعه من اول شارع لاخره بدي رجع ازرع بيتها لتنطروزات بدي اطلع على بلكونها لتنطروزات حط لها شجة العيد وحسسها بشهر العيد لانه هذا شهر العيد نحنا بننطره كل السنة لنجي نحس فيه هلأ اذا هلأ ما تكتفنا وعملنا هيدا الشيء نحن لقلنا ما بنستاهل نكون قاعدين ببيروت وفعلا يعطيكم العافيه لو ماري بس تفضلي باتريس المنتل في نسالك بعيدا عن هيدا الموضوع اذا في تفضل سوري بس بدي اسالها بيت الست فيروز شو وضعه بالمنطقه مش هي بمنطقه الجميزي بيتها وكانوا قايلين بدهم يعملوه بيتها مش بالتراثي مش تابع للمنطقه اللي عم تشتغلوا فيها مش لا مش ولا يهمك انا بس كنت بدي اسال جو ماري بعيدا عن هذا الموضوع اذا في ذا فويس كيدز سون وذا فويس للشباب ولا خلص الام بي سي غضت النظر عن هذا الموضوع لا بعد انا الاي تي في هي المنتجه لذا فويس انا حسب معلوماتي بعد في موسمين بس هلا ما بينحكى شيء كل شيء بعد في كورونا لانه مسؤوليه كبيره يعني نحن لما نعمل كاستينج كان يجي لعنا على الاستوديو 800 شخص تخيلي هيدي هالايام كتير صعبه لننقي منهم 100 ليطلع على الهواء 64 فهيدي شغله كتير صعبه هالفتره خصوصا نحن قد ايه تعذبنا لقدرنا خلصنا ذا فويس انتوا بتعرفوا انه نحن كنا عم نصور ذا فويس بوقت اللي بلش كورونا وكان تحدي كتير كبير انه نخلي الجمهور ونقدر نتمرن ونعمل اغاني وحتى ذا فويس سينيور مفروض اخر حلقه كانت تطلع لايف صورت فتح الحديث تفضلي سالي بما انه عم مع انه انت اليوم معنا رح استفيد من هذا السؤال كمان هل صحيح انه ام بي سي رح تنقل كل استوديوهاتها نهائيا على غير بلد غير لبنان شوفي هيك ما عندي بالجواب مش لي بدك تسالي ام بي سي يعني اداره الام بي سي بس معنا داني اللي هو التنين قلت له عنا انترفيو قال لي عندي تصوير بالام بي سي الام بي سي استثمرت كتير بلبنان والاستثمار مش الاستثمار مش بالكاميرا وبالميكسر وبالسبيكر الاستثمار بالاشخاص وهي دول الناس نحن لبنانيه هلا اذا بده ينقلوا تصوير لبرا نحن رح نطلع لبرا لنصور بعتقد الكلفه رح تصير زايده عليهم ارخص لهم يضلوا بلبنان وخصوصا هالفتره بعتقد لبنان ارخص بلد بالعالم لشيء اسمه انتاج خصوصا حاليا هلا صار ارخص شيء كمان هلا صار ارخص شيء صحيح. إن شاء الله لا. في ذا فويس. في ذا فويس. داني. بس على سيرة الام بي سي هلا أنا مخول جواب عن الام بي سي هنا بيحكوا عن حالهم بس أنا بشتغل معهم كتير. لا ما في شيء بدل على هذا الموضوع سوفر لهلا بالعكس كل البرامج عم تنتج بلبنان وحتى عم نسمع على برامج كتير جاي بعد على لبنان وتنتج هون. كتير كتير مية بس. سؤال عن ام بي سي كمان. عن او عن ذا فويس لا استاذ جون ماري تفضل اوكي ما انه فتحتوا سيره ذا فويس وشغله عم بيحكي فيها كتير الاعلام والسوشيال ميديا باخر يومين يعني ذا فويس سينيور خلص على فوز الاستاذ عبدو ياغي من الاساس مشاركه الاستاذ عبدو ياغي كانت مثيره للجدل كانت محط نقاش وسجال في ناس كانت مع هيك مشاركه لفنان كبير بمفروض برنامج للهواة وفي ناس كانت مع اطلالته انه عودي له كمان انه بترجع الاضواء عليه هلا زادت السجال لما ربح
كل الناس ربطته وحتى الصحافة حكيت بالموضوع انه مشروطه كانت مشاركته بفوزه يعني مربحينه من قبل ما تصير بالنهائي ومن قبل ما يكون فيه. فشو بتخبرنا عن هالموضوع يعني مش معقول معنا ما نسالك عن هيك شيء. هذا الشيء بيجزم لك انه مستحيل 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 يعني. انا بخبرك بحكيك عن علاقتي مع شخص اسمه زياد البي اللي هو سي او اي تي في اللي نعرفه طبعا. مره بيدو فويس ما رح نسمي عرفنا انه حدا من المشتركين بعت مساج لعاصي الحلاني كان باللجنه انه تيقول له انه انا عم غني هالغنيه. نحن عرفنا لانه بين الحلقات بين الاغاني الميكرو مفتوح ميكرو عاصي بيقوم بيقول هنن بيقروا ما بيقروا اسم الشخص بيقولوا في هلا الاغنيه فلان بيقوم عاصي بيقول إيه هيدا صوت كتير حلو بعت لي انه رح يغني هالغنيه. هو عم يقولها عفويا وهيداك صديق لعاصي ونحن ما عرفنا. وقفنا الحلقه وطلع من البرنامج مع انه كان من احلى الاصوات يعني كنا متوقعين انه يربح بي ذا فويس سينيور. اللي صار كان مفروض اخر حلقه تكون لايف يكون التصويت من الجمهور. هذا الشيء ما صار بسبب كورونا. هذا الشيء اضطرينا نلغيه. بقول لك اياه بكل بساطه من اللجنه في اثنين لبنانيه والصار التصويت انه اللجنه هنا عم بيصوتوا طبيعي. اول شيء هو بيستاهل من الاصوات اللي بعدها بعدها صوت ممتاز. ثاني شيء اثنين من اصل اربعه صوتوا وليك عندهم علامات زياده ربحها وبيستاهلها. مستحيل 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 حتى في شيء في حدا باللجنه كمان صوت له. ايه في حدا من اللجنه صوت لانه هالفنان المدربين عندهم مصداقيتهم اكثر من موضوع انه انا بدي صفو. انا عارف سؤالك شرير شوي كيف يعني انا بتدرب جماهير ليش على الموسيقى بس انا بغني بالبيت انا بعلمك ما راح دافع عنهم. انا دكتور جمال عم بحركش بهالموضوع من اول هذا انا راح جاوبك. لما سميرة سعيد بتقول له استاذ عبده ولما ملحم يقول له استاذ عبده انا يعني بعتبرهم تعبير مجازي. انا هن انت صفته المدربين لانه هن منه اللجنه خلص تعبير مجازي هن منه اللجنه. بس انا سؤال استاذ جمال انا سؤالي يعني ابدا لا يقترب من استاذ عبده ياغي اذا بيستاهل او لا. كان سؤالي بغير مطرح تماما. هو طبعا يستحق كل الالقاب وكل التكريمات والفوز والاحترام كمان لانه استاذ كبير ولانه استاذ كبير. عم نسال انت كجون ماري رياشي زينك بذا فويس وانا إذا كان متابع شو رأيك بمشاركة فنان كبير مثل عبدو ياغي ببرنامج ذا فويس؟ أنا رح خبرك شغلة إنه هالبرامج هي برامج ترفيهية. التلفزيون هو الهيرو. نحن عم نعمل برنامج لنسلي الناس بالبيوت. هيدا منو عمل ممول من وزارة الثقافة أو اليونيسف أو نقابة الفنانين أو جمعية المؤلفين أو أي شيء. اليوم القرار هو كان عند استاذ عبده وعائلته اذا بيشارك بهالبرنامج او لا. حب يرجع يطل يذكر الناس فيه هيدا قرار بيعود على قد هيك. نعم صحيح. وبس هلا انا بعتبر اي حدا بيجي بيشترك ببرنامج ذا فويس اول شيء بنقول له هيدي دفشه هيدا شباك هيدا مسرح صغير عم تقدم موهبتك للعالم. اذا ربحت بكون ربحت اذا ما ربحت صار عندك يوتيوب. اذا انت بدك تنفذه بيكلف ألفات مؤلفة من الدولارات يمكن ما تقدر تعملها. يفرجي أنت مين. هيدا هو نصيحتي لكل مشترك بده يقدم على برنامج هويت بمستوى ذا فويس. لأنه كمان كلمة كتير قلتيها حلوة باتريسيا المستوى اللي نحن منقدم الشغل هو اللي بيميز كل حدا كان بالصحافة أو بالمطعم أو بالفن أو بالفاشن أو بأي شيء. هيدا صحافي وهيدا صحافي بس هيدا مستويهم وهيدا مستويهم بكل شيء نحن عم نقدمه. إذا دائماً نتذكر كلمة مستوى كل حياتنا بتتغير وكل شيء بيصير سنحل كل مشاكلنا للأسف يعني. يعني بس أنه هيدا التركيز على نقدم مستوى تنافسي. يمكن بعض الزملاء ما بيعرفوا أنه الله يرحمه المخرج سيمو أسمر سبق وقدم برنامج اسمه استوديو الفن 50-70 للهواة اللي عمرهم بين 50 و70. نجاح كبير وقت البرنامج شاركوا فيه كل الناس اللي كان أصواتها حلوة بس ما كانت محترفة. واحد بالبيت معروف صوته حلو جابوه عمره 50-60-70 مارس هوايته بالمغنى وفي ناس أذهلت المشاهدين بوقتها أنه عم بيغني أحلى من المطربين وهو مش مطرب بس أنه مطرب حقق نجاحاته بيرجع يجي يشارك بالبناء. هون كانت الغرابة شوي
سميرة أشانا صار لها من أول السهرة تسمعنا بس نحن ما عم نسمعها، ولا ليه ما عم تشاركنا سميرة استاذتنا وحبيبتنا وزميلتنا من ماك فيجن؟ عم تسمعينا؟ ليه ما شاركتينا ولو بشي كلمة؟ بونسوار. وانت محطوطة ميوت سميرة، ما افتح الميكرو. بدك تفتح الميكرو سميرة، في عندك ميكرو كبسي عليه احمر بخليه يدور. ما سامعينك سميرة، ما عم نسمعك. عملت اون ميوت بس ما عم بيطلع الصوت، يمكن المشكلة من الميكرو. لا بعده معمول ميوت. ميكرو ميوت، افتح الميكرو. ايه شو هلا؟ لا ما عم نسمع. ما عم نسمعك سميرة. جربي شيل الايرفونز. شيل الايرفون، يمكن الايرفون ما عم يطلع الصوت منا. ايه هلا عملتي للميكرو، في ميكرو اعملي له اون. حد الكاميرا، ما عم نسمعك. بس هي عم تسمعنا. انت عم تسمعينا. جو ماري فينا نقول لك شيء بهذا الوقت؟ نعم تفضل. فينا نقول شيء لجو ماري بهالوقت؟ ايه تفضلي. جاماري بدي اقول لك انه انا من وراء تجربتي الشخصيه معك بدي اقول لك انه انت اضافه للفن، للبرامج التلفزيونيه، لكل مطرح بتقرر انك تشارك فيه او تكون يعني كرييتيف فيه. انا شهادتي فيك مجروحه، وانت اليوم الديو اللي عامله مع استاذ جمال يعني كملت معنا على المستوى الفني والاعلامي. حبيبتي انا بتشكر كثير دكتور جمال، لانه أنا دائماً نحن بالستوديو لما يكون عنا مشاريع، خصوصاً مؤخراً تعاملنا معه بـ Out of the Blue، شفنا قديه محترف وديديكيتد لأي بروجيكت بدنا نشتغله، وبيفتش بين التفاصيل ليلاقي شيء. فهلأ بهال خصوصاً هذا عمل هلأ عاملينه منه عمل تجاري، يعني إحنا عم نعمل صرخة فرحة هيك نوعي الناس، wake up call، يعني أنه guys نحن ما فينا نترك هالمرحلة بدون ما نحركش بعمل فني كمان له مستوى. باتريسيا فانا بتشكره كثير، اول ما خبرته على المشروع الكل هو استاذ الكل. انا بيساعد لبنان ولو بذره نشاط وهمه، انا جاهز وكلنا بعرف وانتم معي اكيد كلكم جاهزين. اكيد انا بدي اقول لما بسمع الفرقه الموسيقيه ببرامج ذا فويس ولا عرب ايدول ولا هالبرامج اللي تسمع هيك موسيقى، بتقولي قديه هذا التميز اللبناني بهاللحظة كيف بيطلع بيبين خصوصيته. هذا الكبير يا عمري، هذا الإنسان مثل ما بيقولوا المصريين الشطرة تغزل برجل حمار، بأقل إمكانيات بيعمل لك عيون. والله العظيم يعني من وين بتجيبهم؟ من وين بتجيبهم دكتور؟ لا بتوصل مثل الصعيدي الشطرة بتغزل برجل حمار، يعني إذا ما عندها مغزل بتغزل على إجر الحمار. هون أصلا مجرد بس تسمع موسيقى بحيالة مطلع بحيالة برنامج تعرف انه في وراها جان ماري رياشي، عنده بصمته الخاصة جدا. عم قل له كيف بيطلع الموسيقى قد 10 موسيقية، يعني فرقته اللي بتبقى من 10 15 موسيقى قد 70 80 موسيقى، يعني اوركستر بتحسه اوركستر يعني. ايه هون القوة. انا عندي اخر سؤال لاستاذ جان ماري. سؤال فرضي. ايه اخر عشر سؤال بس سؤال فرضي. لو امبارح عملوا حلقه الام تي في، عملوا حلقه صاروميه مثل ما حكينا بالاول، ذكروا لك ثلاث اغاني وما ذكروك. قلت انه جون اخول برر، ما خبرتنا شو التبرير، بس انه مش مبرر الشيء بعتقد. المهم لو هالحلقه صاروميه انعملت من بعد ما كانت نزلت غنيه بيروت امي او بيروت امي، برأيك كانت الغنية دخلت بالمية غنية؟ definitely. أكيد طبعاً، لأنه لما هني مختارين مية غنية من أصل ألف غنية، بس في أغاني برأيك كانوا اختاروها؟ صحيح. الغنية هي صورة عن مجتمعنا نحن فيه، ونحن اليوم عاملين غنية عن شو بدنا مش عن شو اللي صار. اللي صار نعمل كتير أشياء، هذا الفرق، هذا اللي بيميز، هذا الشيء اللي عمله داني بالفيديو. نحنا وقال لي نحنا اشتقنا لنعمل هالاشي، اشتقنا نسهر، اشتقنا نسمع ناس عم تغني على مسرح. بغض النظر عن اللي صار اوريدي، انا بفتخر مرق لي اربع اغاني مش ثلاثه امبارح. اربعه كمان، شو الرابعه؟ غير طار البلد ومش رح فل ولما خلصت الحكايه، شو اوعى خيك
اوكي ايه صح فأنا حكيني جون برر انه هي مش مقصودة وقلت له انا ما بحياتي بطلب بيد انه ينحط الاسم بس ذكرت شاعر بدك تذكر ملحن وطوينا هالصفحة يعني اربع اغاني من بين 100 غنية خلال 100 سنة 4% يعني لو واحد ومنيح لو نطروا شوي لبعد اللي هيدا كانوا صاروا خمسة انا بتمنى انه هلأ تسمعوا نحن صلنا ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة عم نحكي انا كتير بهمني مش شوي رأيكم وفي بدي لكم شغلة كل الارتست اللي شاركوا ولا حدا شاف الفيديو هلأ شافوا الفيديو يعني انا ما في خبركم شو هالتقل اللي كان على صدري اني طلعكم بصورة حلوة بالفيديو كليب وخايف حدا يكون زعل من شي مطرح اقل اول يعني صار لنا انا وداني عم نشتغل جمعة انه لا هون لازم نطلع يمان اكتر هون لازم نطلع هيدا اكتر انا على اللبناني هيدا يعني جمري على اللبناني هيدا بس تعرفي الحق حلو حلو التعب يكون مقسم بطريقة حقانية هالغنية اول ما نحكى ولا تعرفي ليش انبسط بالشغل معه مالي راح في فنانين راح يزعلوا معي كل ما يكون في بروجي في فنانين اثنين ما بدي اقول ستة اول سؤال مين ببلش مين اسمه اكبر مين طبعا على اللبناني على اللبناني طبعا الفنان بيقتل حاله كل حياته ليصير مشهور نهار بيصير مشهور بيلبس عوينات هالقد لما حدا يعرفه لا الفنان صار ملك الناس حلو نقدم عمل يكون شريك بواحد بالمية بعمل ناجح ولا 100% بعمل فاشل هالشباب والصبايا كانوا معنا من قلبهم ولا حدا وصدقوني الظروف اللي اشتغلنا فيها السهرة اللي صرناها لصورنا الفيديو كانت كتير صعبة متعبة عم ننتبه بحالنا من كورونا وكيف وقتنا نصور مدير مسرح شيلوا الماسك رجعوا حطوا الماسك كان عذاب بس هلأ نسيناه كله بتمنى تشوفوا الفيديو تعطونا رأيكم بكل موضوعية حبيته ما حبيته برجع بقولكم هيدا عمل منه تجاري في ناس كتير ساعدونا لنقدر نعمل هيدا الغنية وهيدي غنية أنا لما بعمل أي غنية بعملها على أساس للضل مش لتكون جمعة وبتفل أنا كمان على قصة سارومية عتبته اليوم لجان قلت له بالمية غنية لبنانية أهم غنية أنا بالنسبة لي هي مبروك مبروك ما مرقت نحن لما نعمل غنية لازم نعملها لتبقى باتريسيا مش أو ما مرقت بالمية دكتور جمال ما مرقت الغنية بالمية اللي قبل والله مبروك ما بعتقد لا ما بعتقد لا ما مرقت هذه غنية صارت مثل هابي بيرثدي يعني ايه صحيح ولبنانية على كل الأحوال نرجع بنحكي انه بس مرقت غنية فؤاد غازي لازرع لي بستان ورود وهيدي كانت وقتها بعتقد هفو غير لبنانية أغنية غير لبنانية مطرب وشاعر وملحن سوريين لأي طبعا الغنية ضربت بوقتها وعيلة أنا هلأ نوعدكم أنه مع يمان ومع منال ومع ميشيل ومع كازن أنتوني أوريدي هم من باند أنا اشتغلت لهم ألبوم إذا شي نهار وكان روعة أنه عملنا الألبوم رح نكمل نعمل سينجلز مش بعاد قريبين ومع لين لين من العائلة لين لين أوريدي بلشنا وجمعة جاي رح تحط صوتها على أغنية بعد مش سمعتها بس نحن لازم ندعي وأنا بتمنى على كل يعني كل حدا صحافي فني يساعدوا هالجيل الجديد اليوم إذا معنا مصاري لازم نصرفها على الموسيقى لنحسن الموسيقى لما يصير ونصرف عليها 10,000 ماركتينج هيدا غلط كبير لازم نعمل موسيقى تقيلة والميديا تساعدونا ليكبر هالفنان بعدين بيرجع مندفعوا اعلانات بس هلا بعده عدمه طري بدنا نتساعد لنقدم موسيقى لحظه لحظه ليش احنا هون ما مندفع يدفع اعلانات بس يكبر ببطل يطلع بحدا كيف هيدا كتير مهم اللي عم تحكيه انا قلت بيرد على التليفون هيدا اسمه رد جميل كتير مهم واحد يحكي عليه اللي بيشوفك بعين شوفه بعين تاني بس اهم شيء انه الراديو ما يذيع غنيه مش حلوه الراديو وإذا أنا بعتنا له غنية حلوة يمرقها ولو مرة يمكن الناس يحبوها يطلبوها منه بس نعطي فرصة لهالغنية الجديدة للفنان الجديد ليسمعنا موسيقته موسيقتنا ما لازم تخطير الفنانين المعروفين عم ننشر له أغانيهم بدون ما يكون عم نعرف إذا أو ننتقدها إذا حلوة مش حلوة إذا بمستوى ولا بلا مستوى صحيح باتريسيا صحيح بتشكر أنت غنيت كتير
بدنا قبل ما اترك له الكلمه ليشكركم ضيافه المؤتمر الصحفي ان شاء الله بعد الكورونا ما ضيفناكم شيء ما تاخذونا مشان قصه التعقيم يعني ما حبينا نغامر نقدم لكم شيء وما نكون متاكدين منه بعد الكورونا ان شاء الله ضيافي كله وان شاء الله بتكون نحن لازم نقدم لكم دكتور جمال نحن لازم نقدم لكم لانه انتم عم تعملوا عمل للبلد نحن لازم نقدم لكم اسلم ان شاء الله بنلتقى طول عمرك صاحب واجب بطان حبيب القلب ونرجع نتلاقى قريبا ان شاء الله وبيلوريس بالذات نكيب اللي اعتقد انه لبنان وقع ما بعرف اذا مشي ميكرو سميره بس أمنا. سميره سمعيني صوتك ولو للحظه ما زال مشي الميكرو بعتت مسج قالت انه ما عم يمشي الحال بس هي فخوره فيكم قبل شوي صحيح تسلمي يا سميره ماشي. فعلا فعلا ما انتبهت جمالي قلت انا رايح على دبي انت جاي على دبي عندما نشوفك انا كان مفروض اجي هالاسبوع على دبي جد عندنا شيء يعني شيء خاص اجلت وبعدين هلا عرفت انه الفيز شوي صاروا صعبين بس اليوم تاكدت انه لا مش مزبوط في ناس معي مش صعبين مزبوط مش مزبوط الخبريه مفروض قبل يعني اول جمعه من ديسمبر ماكسيموم اعمل زيارتي وبحكيك ناطرينك براديو الرابعه لك تشرف بدنا نقول جود لاك لداني هلا المسؤوليه انشالت عنك جو ماري بس تطلع الغنيه هلا داني بالوجه مزبوط داني لا 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 اليان اللي عم يدوروا لنا الصفحه يفتحوا الكومنتس الله يسترك يا داني ايه الله يسترنك لا انا بس بدي اقول شغله انه انا شو ما كانت ردة فعل العالم انا مبسوط بالشيء اللي عملته لانه حسيت انه قدرنا نوصل الفكره اللي بالاساس اشتغلنا عليها اهم شيء كان انه يوصل الايموشنز بالغنيه من هالارتست يلي كانوا عم بيغنوا على هذا المسرح واي ثينك انه هذا الشيء واصل من تعابيرهم من احساسهم الفكره مفروض تكون وصلت من هونيك وبالرايح التعليق لكم يعني بس يعني ان شاء الله وكل اللي بعرفه انه هيدي الغنيه على الاكيد فاتت بالتاريخ مثل اغاني كثير قويه عملها جمالي انا مأكد من هيدا ايه اكيد انا من عندي بقول لك thumbs up حضرته هلا للكليب نحن وانتوا عم تحكوا كنت تسامع الاوديو قبل فحضرته على الميوت يعني حضرته صوره يعني بس great work thumbs up thank you thank you كلك لاول مره كمان انا عاده القصص العيله بتركها برات الشغل بس هالمره لانه هيدا بدنا نفرجي كيف نحن بنعيش انا طلعت انا والولاد وكارين كانوا كتير مبسوطين نطلع بالفيديو لنفرج انه هي القصة اللي حتى داني انه نحن عم اول مرة صحيح لاول مرة عم نكون بالفيديو فم سيدا الله يخلي لك اياهم يا جمال اوكي ميرسي لك شكرا الى اللقاء قريبا شخصيا باي باي نشوفكم كلكم ثانك يو وبشكرك ثانك يو ثانك يو رح تلاقوا كل اللي صار مسجل فيديو نازل على يوتيوب بعد ساعة من الآن تقريبا إن شاء الله ميرسي ثانك يو دكتور جمال على الدعوة كمان ويعطيكم ألف عافية وثانك يو جو ماري ونحن على طول على اتصال نفتخر فيك نحن اللبنانيين في كل العالم نفتخر فيك اوكي باي لين مانيل ميشيل يمان لازم وأنتوني داني ثانك يو لكل الصحفيين الأصدقاء والصحفيين من الوطن العربي اللي شاركوا معنا شكرا Thank you.